مساء الخير. كأن الشعر قدرها ونصيبها، لم يحل دونه رفض الوالد ولا صروف الأيام، نهلت من بطون الكتب ومن مخزون الحياة، وما بدلت قميص القصيدة، ظلت وفية لعبقر الشعر رغم تمردها على القيود والأوزان. لغتها موشاة بتأثيرات قرآنية ودينية واضحة، لغة جزلة سلسة فيها من طراوة العشب والندى مثل ما فيها من الثورة والتمرد والغضب. شاعرتنا التي ذاقت علقم الفقدان وجدت في القصيدة ملاذاً وفي اللغة فضاءً، حتى باتت اسماً لامعاً في سماء الشعر العماني والخليجي خصوصاً والعربي عموماً. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يضاء بحضور الشاعرة العمانية المتميزة السيدة عائشة السيفي. أهلاً وسهلاً، نورت بيت القصيد. مرحباً أستاذي زاهي، وسعيدة جداً باستضافتي اليوم معك، وأتطلع لقضاء ليلة حافلة بالأسئلة الجميلة، ومساء الخير من مسقط إلى بيروت. تحياتنا لمسقط وأهل مسقط وأهل عمان جميعاً، وأهل نزوة أيضاً بشكل خاص، مسقط رأسك. لو سمحتي لي، السؤال الأول هو عنوان كتابك لا أحب أبي، أديها العنوان هو فخ للقارئ؟ هو حتماً فخ للقارئ وفخ لي أنا أيضاً، لأنه هو السؤال الذي يتكرر دائماً علي، لماذا لا تحبين أباك؟ فهذا واحدة من أكثر الأسئلة التي تطرح علي. نعم. وهو يبدو مدخلاً للقارئ، وأتصور أنه نجح في أن يكون فخاً لاجتذاب القراء للبحث عن السؤال المعتاد، لماذا لا تحبين أباك؟ ما الذي تحبينه وما الذي لا تحبينه في يعني كنت في أبيك؟ لا أحبه في الموت. نعم. لا أحبه غائباً عن ذكريات أطفالي وهم يكبرون. لا أحبه، أحبه غائباً عن لغة أطفالي، كلمة جدي وهي تتردد بينهم. الله يرحمه. لا أحبه في حضوري بين صديقاتي وهن يتحدثن في الهاتف مع والديهن يتقاسمن معه الحديث. لا أحبه في هذا الغياب الطويل الذي أشعر أنه أنني أتكئ فيه على جدار من الماء، يعني كمن يتكئ على جدار من الماء. أولئك النساء تحديداً اللواتي فقدن أباءهن في سن مبكرة، يعني يمشين في الأرض منحنيات مكسورات الظهر. وكيف تحبينه؟ كيف تحبينه؟ أحبه في الذاكرة، أحبه في انشغالي بالقراءة، لأني ورثته يعني عنها من مكتبته. أحبه عندما أحبه عندما أحدق في عيني، لأنه عيني يعني تشبهاني كثيرا. أحبه في المكتبة الكبيرة التي خلفها لي، وربما كنت أكثر أبنائه شغفا وحماسة لأرثها من بين كل الممتلكات التي تركها خلفه. ربما كانت المكتبة بالنسبة لي هي الأكثر إدهاشا والأكثر احتفاء. طيب ليه كان رافض أنك تكون شاعرة؟ وأنت يعني شو سبب رفضه أن تحترف الشعر؟ هذا السؤال يعيد الكثير من الجروح في الذاكرة التي أحاول حتى اليوم أن أتصالح معها. أتصور أنه كانت من أكثر صدمات حياته ربما أن يكتشف أنه أنجب شاعرة. لدي تاريخ طويل لم أدونه بعد عن المعارك الطويلة التي دخلتها من أجل إثبات شاعريتي ومن أجل إثبات علنية الشعر أيضاً. طيب تاريخياً، عفواً عائشة سيدتي، تاريخياً المرأة الشاعرة كانت موجودة يعني في القبائل، لدى القبائل موجودة، في العصور الإسلامية موجودة، يعني لم يكن الشعر عيباً على النساء. ما الذي يعني يعني أنا أتصور زاهي مساحة الحرية.
لدى الشاعرة قبل 1000 عام قد تكون أوسع بكثير من مساحتها اليوم في عصر السوشيال ميديا، في الزمن الذي ربما حتى يعني يبدو إظهار الوجه مشكلة وفخ حقيقي. أنا فكرة خروجي العلني وإظهار وجهي هذا كان تبعته معارك طويلة عائلية لكي أخرج. أنا ابنة القبيلة، ابنة الرجل الذي هو من أحد وجهاء القبيلة. أنا أذكر في الأيام التي كنت أفوز فيها بالمسابقات الشعرية أنا لا أحتفي بفوزي بالمسابقة، أنا أسهر لأفكر ما هي النتيجة، ما هي الحفلة التي سوف تعد لي في المنزل. أنا هذا ما أفكر فيه. يعني معقول كان بده يحرمنا من هالوجه الحلو، بده يحرمنا من شاعرة يعني قصائدها جميلة جدا ودواوينها جميلة. من أين أتيت بالإصرار سيدتي، يعني الإصرار والتحدي لفرض نفسك كشاعرة أولا على يعني على الأسرة ثم على المجتمع؟ أتصور أنه منذ طفولتي وأنا أرى أن الشعر رسالتي، ومنذ طفولتي وأنا أعرف أنني سوف أخوض تلك المعركة. لأجل ذلك مثلا واحدة من أولى القصائد التي حاولت من خلالها أن أجس النبض مع والدي كانت قصيدة عن القبيلة، كنت صف رابع ابتدائي، فأردت، ولأنه مرة ثانية هي القبيلة، نحن يعني حياتنا تتمحور حول القبيلة، القبلية تجري في دمها يعني. فكتبت قصيدة لمدح القبيلة من أجل أن أنال على إعجابه، من أجل أن أنال صك قبوله لفكرة شاعريتي. فكانت تلك واحدة من أول النصوص التي بدأت من خلال التمهيد لفكرة علنية خروجي للعالم كشاعر وعلنية صوتي. ما الشعر هو ملح القبائل، الشعر وملح البداوة وملح الصحراء، ويعني ليس أمر طارئ الشعر على القبائل ولا على النساء. عندما تجتمع القبلية مع الدين أيضا زاهي تصبح المعادلة مختلفة. والدي أيضا كان رجل دين يفتي، كان يقصده الناس للفتوى، وكان يعني ملتزما جدا تجاه كل يعني الطقوس الدينية، وتجاه فكرة أنه حتى خروج المرأة العلني في الأماكن الاختلاط وغيرها، هذه كلها هو رجل لا يؤمن فيها. وأنا أيضا لا ألومه يعني، لأنه أنا دخولي في تلك المعارك الطويلة لا يجعلني على خطأ ولا يجعله على خطأ، لأنه هو هذا السياق الذي يأتي منه. أنت تخيل زاهي في النهاية هو ترى ابن بيئته وابن مجتمعه، ورجل في الثمانين، يعني أنا نصف قرن المسافة العمرية بيني وبينه، أنا أصغر بناته. فالذي يحدث كان في كثير من الأحيان عندما مثلا تكون هنالك مسابقة يحمل الناس إليه في مجلس القبيلة مثلا قصيدتي مثلا موفقة بصورتي، فرجل أنجب 10 بنات، هذه أنا الأصغر وأنا البنت الأولى التي تخرج المشاكسي. المشاكسي أنت ماذا تقولين له شعرا الآن؟ ماذا تقولين له شعرا؟ كتبت فيه قصائد كثيرة لاحقا. أول 6 أشهر من وفاته لم أستطع أن أكتب أي شيء، ثم فجأة بتدفق الشعر. فربما أقرأ نصا كتبته بعنوان يعني كأي مسيح يداهمه الموت سهوا. تفضل. كأي مسيح يداهمه الموت سهوا رأيت أبي كان يومئ للنخل مستسلما لمواويله النزوية، محتفيا بالحمام الذي حط في كتفيه، وحيدا ولا ظل يؤنس وحدته، وحده الغيم كان يصلي عليه، وكنت أناديه يا أبت الموت أبرد من كوب ماء على جسدي وأحن علي من الرمل، يا أبت الماء حاصرني بالحنين ولا وقت كي أحرج الليل بالضوء والحزن بالذكريات،
يرد أبي الذي فات فات. أعدي منافيك للزمن الصعب، لف الغياب شرائط فضية بين جدلات شعرك، دسي يديك بجيب قميصك، تخرج بلادك مترعة بالمنافي ومكتظة بالشتات. يا أبي أتعبتني الجهات، يقول أبي الذي فات فات. لقد خذلتني المسافة يا أبتي، اكتمل الجوع بي وامتلأت بكل البلاد التي قذفتني رضيعا إلى النهر. هذا الحنين صغير علي، تبدلت الأرض بي والسماوات غير السماوات. لا ضوء يحرسني أن تخون المسافة، لا ريح تحملني أن تشيخ السحابة. واقفة بين ظلي وبين الفراشات، مسحورة بالقصائد والأغنيات. يقول أبي الذي فات فات، للفراشات سوف تعيد الطفولة للماء، للغة الأم سوف تعيرك أسماءها الأبجدية، للحلم سوف يعبئ روحك بالغيب، للشعر للأمنيات. كأي مسيح يداهمه الموت كان أبي، لم يكن حلما ما رأيت، ولكنه كان يقرأ سر الجفاف على النخل، كان كبيرا على الشعر لكن صغيرا على الموت. كنت أناديه يا أبت الريح، يا أبت الماء، يا أبت الليل، يا أبت الجوع، يا أبت الموت، يا أبت الموت، يا أبت الموت، يا أبت الموت. مستسلما لغناءاته النزوية، محتفيا بالحمام الذي حط في كتفيه، كأي مسيح يداهمه الموت سهوا، يقول أبي لا تخافي، رفاة هي البشرية، كل بني آدم من رفاة، والذي فات فات. جميل جدا، الله يرحم أباك ويطول عمرك عائشة. النزوية هون نسبة إلى نزوة، مش هيك؟ إلى البلدة يعني، إلى المدينة، مش إلى النزوات. نعم، التقاط في محلها فعلا. نعم، سنستمع أكثر ونسأل أكثر، ولكن نذهب إليك إلى مسقط، إلى سوق مطرح، إلى بعض الأماكن في مسقط، وإلى بيت الزبير، مشكورين الذين أتاحوا لنا أن يعني نصور قطع وصل مع حضرتك لديهم. نذهب سويا إلى مسقط. أنا فتاة بسيطة ولدت في بلدة صغيرة بعمان اسمها نزوة، وخرجت محملة بالكثير من الأسئلة، الأسئلة التي لم تنتهي، بالعكس واصلت الاتساع، واصلت التناسل في كل مرة انتقلت فيها من مدينة إلى أخرى، من مطار لآخر حملت فيه حقائبي، وظلت الأسئلة هذه تحمل قلقي وأبحث فيها عن الإجابات التي لم أجدها بعد. في أثناء ذلك احترفت تخريط المشاعر في النصوص، واصلت وضع المكياج على آلام الناس الذين اتصلت بهم. التجارب الشعرية اللي تقدمها الشاعرة في نصها، الأفكار المجنونة، الخيالات وغيرها، ترتبط دائماً بواقعها ومحيطها. وفيما تعبر الشاعرة في طريق القصيدة، فيما تعبر الشاعرة في وادي الشعر، تبدو محملة كثيراً بتوقعات المجتمع حيال نصها، توقعات المجتمع، العائلة، القبيلة، القرية، البلدة، المحيط، وهكذا تتسع. وبالتالي نحن إذا كنا ننظر إلى الشاعر ككائن حر لا سماء تحد بأجنحته المفرودة عالياً، لا يبدو ذلك خياراً لدى مجتمع ينظر إلى الشاعرة رابطاً إياها بجنون نصها وبخيالاته، وبالتالي يظل دائماً مقص الرقيب داخل جموحها وداخل إبداعها
ليحدها من اكتشاف سماوات كثيرة كان في وسعها أن تحلق بها إذا تخففت من الكثير من التوقعات المجتمعية التي تطاردها دائما. أريد للشعر أن يكون هو الرحلة، أن يكون المسير، لا أريد أن يكون الوجهة، على أنه الشعر يكون ملاذ آمن بعيد عن قسوة هذا العالم، ذلك الملاذ اللي يأتيني في خضم انشغالي بمشاغل الحياة. لا أريد أن يكون كمن يسترق النظر إلى ضجيج العالم ويكتب. إذا وصل الشاعر يوما لمرحلة الرضا فذلك إذان بموت القصيدة، بنهاية محتمة للقصيدة. أما السعادة فبدت لي خلال السنوات الماضية سائلة جدا وغير واضحة المعالم، وهي يعني مرتبطة بأنفسنا ونحن نعيد تشكيلها بالمكان الذي نكون فيه. فهي فكرة ابتكار القصيدة والتفاصيل والسعادة كأنني سأموت غدا. ما الذي آمله من مقابلتي في بيت القصيد؟ يعني دعني أقول لك أنني أشعر بالارتباك وأشعر بالرهبة الكبيرة، لأني تربيت على مشاهدة المقابلات والبرامج التلفزيونية التي قدمها زاهي وهبي. أتطلع إلى حوار يأتي بأسئلة إلى ما وراء الأسئلة، أتصور أنه سيكون حوارا كاشفا بلا شك، لأنه بين اثنين يعيشان ليكشف ما وراء الزوايا. نحاول سيدتي، نحاول شاعرتي أن نكشف يعني بعض زوايا أو ملامح تجربتك، إذا وكل اعتزاز بوجودك. تقولين طبعا قد نعود إلى بعض ما تفضلت به، ولكن تقولين القصيدة كلي، وفي مكان آخر القصيدة ملح دمي، وفي مكان ثالث القصيدة نصف دمي. من أين هذا الشغف؟ كل هذا الشغف بالشعر، كل هذه العلاقة يعني الحميمة بالشعر. علاقتي مع الشعر طبعا هي علاقة تاريخية، لأنه أتصور أن الشعر لو كان إنسانا لكان أطول إنسان قضيت معه حياتي أو قاسمته تجاربي وتفاصيلي. بس لماذا يمثل كل هذا بالنسبة لك؟ يعني العلاقة بدأت ربما بالنشأة بالطفولة بمكتبة الوالد إلى آخره، ولكن لماذا يمثل كل هذا نصف دمي ملح دمي كلي؟ لأنه الصوت الذي يعبر فيه عن عائشة وعن أصوات الآخرين. يعني أنا أذكر موقف حدث لي في لندن عندما أمسكت عرافة يدي وقالت لي أن أحدا لم يسمع صوتك في الطفولة وستقضين حياتك كلها تبحثين عن صوتك في أصوات الآخرين. وأتصور أنه هذه هي تمام الإجابة على سؤالك. لم يكن لي لأنجو، لم أكن لأنجو لولا الشعر، لو لم يكن الشعر في حياتي، لأني عبرت تحولات كثيرة. أنا ابنة قرية بلدة صغيرة، نعم أعرف، ولكني خرجت إلى مسقط، ربما كانت مسقط هي أبعد ما أحلم عنه. أنا كانت مساحة تنقلي وأنا طفلة صغيرة ربما لا تتخطى كيلومتر، ومنها ربما أنت تعرف لأنك ابن القرية أيضا بالجنوب، وبالتالي الخروج إلى مسقط كان أنا أقصى أحلامي، ومسقط كانت شيء نهاية العالم زي ما قلت قبل. ثم أتخرج من الجامعة في مسقط، جامعة السلطان قابوس، 10 سنوات وأنا أحمل حقائبي من مطار لمطار، من مدينة لمدينة، أشعر بالعطش الشديد لأكتشف ما الذي يحدث في العالم. ولم أكن لأنجو مع تغير الناس، مع تغير الأمكنة، مع المطارات، مع قسوة العالم، لأنه الخروج يعني نحن كائنات أسعفك الشعر على مواجهة العالم؟ أسعفني، لو لم يكن الشعر لم أكن لأنجو. نعم. إنهم يطلقون الرصاصة الكثيفة على شفتي، مقاطع أو جمل من قصائدك. أنا البحر لن تشتري صمتي طلقة طائشة، يريدونني جثة ليصلوا علي. من هم هؤلاء ولماذا كل هذا؟ شو؟
أنا أتنهد لأنه لأنك أنت اليوم تكشف الجراح التي أردتها أن تنام يا زاي. تعرف أحيلك لموقف عميق جدا في ذاكرتي، كنت فيها في فيينا، في إحدى أشهر جامعات فيينا، يعني نلتقي في قاعة ممتلئة بالطلاب ونلقي قصائدنا، وأذكر أنه أنني ألقيت قصائد بها من الجرأة يعني نعم شيء كثير. فأذكر أن أحد الطلاب وقف وسألني يعني أنت كيف للشاعرة تأتي من ذلك تلك البقعة من العالم أن تقف وتلقي تلك القصائد؟ فقلت له أنني لم أتعرض لي حتى الآن لسحل مجتمعي الحقيقي من المجتمع حيال نصوصي. كان ذلك في 2015، بعدها بأسبوعين فقط سوف تتسرب بعض المقاطع من قصائدي علنيا ويتداولوها الناس. وأذكر أنني يعني أنه كانت هنالك حفلة نميمة على شرفي على امتداد أسابيع اضطريت فيها أن أغادر كل وسائل التواصل الاجتماعي وأن ألتزم البيت حتى لا أخرج للخارج، لأنه يعني كمية التنمر التي شهدتها كانت شيء يفوق تصوري يعني ويفوق استيعابي. أنا التي وقفت قبل أسبوعين لأقول كلاما ينافي ذلك تماما، ومنذ ذلك الحين والأمر يستمر. فالفكرة هي أنه أذكر أنه حتى بعض النصوص التي كنت أبتكر فيها أسماء العشاق، يعني أجد نفسي في مأزق كبير أمام المجتمع لأبرر من هو سالم مثلا في نصك. لا. لدي نص اسمه نصوص، مجموعة نصوص بهذا الاسم، أنا مضطرة للتبرير، يعني الناس تلاحقني في العمل، تلاحقني في التجمعات الاجتماعية، في المحلات حتى. نحن دائما أمام أزمة تبرير لنصوصنا، لا يريد النص أن يفكك النص عن صاحبته. وبالتالي اليوم القصائد حريتي كشاعرة في التقاط أكثر المواقف المعقدة وتحويلها إلى قصيدة. اليوم هنالك مقص رقيب أفكر فيه، يعني في غير مرة اضطررت أنه قصائدي الأصلية عندما أضمنها دواوين شعرية أغير بعض المقاطع لكي لا ألاحق، وهذا بحد ذاته. وهي أحيانا ترى يعني الشرطية أو المحاكمة لا تأتي من الدولة، من المجتمع، المحاكمة من المجتمع، والمجتمع يكون أحيانا أكثر قسوة، يكون أكثر ملكية من الملك نفسه. بسبب وسائل التواصل أصبح أكثر قسوة، يعني أصبحت المحاكمة، وليس فقط في عمان هذا الأمر، يعني في كل المجتمعات يحصل اليوم للأسف، لأن نحن في عصر انحطاط يعني وفي مرحلة نقوص. على كل حال سأعود لمتابعة الحوار، ولكن دعينا يعني نتوقف مع استراحة سريعة، نتابع من بعدها بيت القصيد. أفكر في معنى وجودي وغايتي، وهل في سماء الكون سر البداية؟ وهل نحن أسرا في الحياة؟ وهل ترى سنمضي خفافا نحو فخ الغواية؟ ولو أننا عدنا إلى الأرض مرة، هل اختلفت عنا فصول الحكاية؟ سنحيا بلا معنى سوى أننا هنا خلقنا لأن نقطة في النهاية. وما حاجتي للبكاء الطويل إذا كنت سيدة من غناء؟ وما حاجتي إن غدا البحر أرجوحتي وسرير السماء؟ وما حاجتي للمرايا إذا أودعتني وجوه جميع النساء؟ وما حاجتي للنجوم إذا كنت أقطفها بيدي وألقي بها في الهواء؟ وما حاجتي لذراعيك إن كنت أحمل حضني معي مثلما تحمل الريح لي ضحك الأصدقاء؟ وما حاجتي للرجال إذا كنت زوجة هذا التراب وأم الصحاري التي تنجب الأنبياء؟
وما حاجتي بالحقيقة إن كنت أصنعها بيدي كما أنحت الرمل ثم أغيره تارة تلو أخرى بطين وماء، وما حاجتي للهروب من الموت إن كنت أحمله بين ضلعي صديقا يخفف عني ليالي البكاء، وما حاجتي للبلاد التي ضيعتها الخريطة فاعتذرت لبنيها بأن يحملوا نعشهم معهم فنعوش بلاد المدانين بالانتماء، وما حاجتي لك في الاغتراب الذي اسمه العمر إن كان كل الذين نذرنا لهم عمرنا للهباء. جميل جميل جدا. حضرتك يعني أو بعض اللي قرأوا يعني اللي بيقرأ دواوينك يرى أثرا درويشيا ما في القصائد، هل حضرتك فعلا متأثرة بالشاعر الكبير محمود درويش؟ طبعا طبعا أنا نعم. متأثرة به كثيرا، بالذات ربما في تجربتي في السنوات الخمس الماضية خفت الصوت، ولكن كان صوته عاليا في البداية. أول كتاب استعرته في الجامعة كان ديوانه الشعري، فأزعم أنه من النحاتين الذين نحتوا نصوصي. نعم. وبتوافقي طبعا يعني لأنه واضح هناك أثر قرآني وأثر ديني، مصطلحات يعني في كثير من القصائد، يعني آخر قصيدة نشرتيها على إنستغرام اللي هي وهزي إليك بجذع القصيدة، فورا بتحيلنا يعني على سورة مريم بالقرآن الكريم. أديل يعني النشأة إذا بدنا نقول بالقراءات والأثر النص القرآني جعل نصك أكثر متاني كثيرا كثيرا. زي ما قلت لك زاهي، ربما لما سألت ما الذي تحبينه في والدك، والدي حرص على يعني تعليمي القرآن الكريم والتفاسير. أنا أذكر من ضمن نشأتي أن والدي كان يجتمع لدي يعني شيوخ الدين في مجلسه، أنا أقف عند الباب وراء الباب أستمع لهم، فهكذا قضيت أول 10 سنوات من حياتي وأنا متشربة بالقرآن وبنصوصه وبمعاجمه، وكل ذلك كون القاعدة الأساسية التي خرجت بالشعر يعني بها إلى العالم. ومع ذلك ذهبتي إلى يعني بالشعر ذهبتي إلى قصيدة التفعيلي وليس إلى الشعر العمودي بمعناه التقليدي الكلاسيكي، هل هو أيضا شكل من أشكال التمرد والثورة التي يعني تختزنينها؟ الشكل يختارني زاهي ولا أختاره، يعني أنا لا أحدد مسبقا عن سبق الإصرار والتنصد أن أكتب قصيدة عمودية أو تفعيلة، هي تأتي مثلما تشاء وتريد بالفستان الذي تريد أن تلبسه. وعموما هو يعني فكرة الشكل بالنسبة لي ليس يعني أمرا يعنيني كثيرا، أنا معنية القصائد العمودية قد تكون مفرطة في الحداثة، يعني عندما يقول سيد المتنبئ على قلق كأن الريح تحتي تطيرني يعني شمالا أو يمينا، هذه بالنسبة لي أشعر أنها يعني أكثر حداثة من كثير من النصوص. صحيح صحيح. طب خلينا هيك يعني أيضا نعمل إطلالي على تجربتك الشعرية، وأكيد بساعدنا على فهمك أكثر ناقد وشاعر وكاتب مرموق من تونس هو الدكتور محمد الغزي، نستمع إلى رأيه بتجربتك ونعود إليك. أحب أن أشبه هذه القصيدة التي تكتبها الشاعرة بالزجاج المعشق، هذا الزجاج الذي تملأه الزخارف وتملأه الألوان، ومثل الزجاج المعشق الذي يشدنا إليه قبل أن يشدنا إلى شيء خارج عنه هي قصيدة الشاعرة عائشة السيفي، هذه القصيدة التي تشدنا قبل كل شيء إلى صورها إلى إيقاعاتها إلى لغتها قبل أن تشدنا إلى الدلالات والمعاني التي تشير إليها. قصيدة الشاعرة هي أنموذج القصيدة الجديدة للقصيدة الحديثة التي تخلت عن التقاليد الفنية السائدة
وابتكرت لنفسها أسلوبا مخصوصا ونبرة متفردة. هذه القصيدة لا تردد اللغات التي يتداولها الشعراء، لأنها استطاعت أن تبتكر لنفسها لغة مخصوصة هي لغة الشاعرة. ونجد الشاعرة قد ابتعدت عن القصيدة التي يكتبها أبناء جيلها وهي قصيدة النثر، والتزمت بكتابة القصيدة قصيدة التفعيلة، كما أنها أيضا ابتعدت عن أبناء جيلها الذين يكتبون القصيدة المتأملة والتي تحتاج منا إلى نظر وإلى تأمل، وكتبت ما يعتبر بالقصيدة الغنائية، وهي القصيدة التي تدور حول محورين اثنين كبيرين، إما الحنين أو الشوق، إما الحنين إلى زمن مضى وانقضى أو الشوق إلى زمن قادم. هذه القصيدة هي قصيدة التي تكتبها الشاعرة عائشة السيفي، والتي استطاعت بفضلها أن يكون لها حضور قوي، لا أقول في الساحة العمانية فقط بل حتى في الساحة العربية. نقرأ هذه القصيدة فنجد آثار الشعراء الكبار تتلامح في هذه القصيدة، فيها جدة ونضارة لغة نزار قباني، فيها شجن السياب، فيها شفافية محمود درويش، لكن هذه القصيدة تشبه نفسها وتظل تشبه نفسها ولا تشبه أي قصيدة أخرى عربية. إنها قصيدة عائشة السيفي. الشاعرة عائشة، أريد أن أطرح السؤال التالي: هل اختبرت قصيدة النثر؟ وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما هو رأيك في قصيدة النثر التي تكتب الآن في عمان، وتعرفين أن هذه القصيدة منتشرة انتشارا كبيرا في السلطنة؟ يعني جزيل الشكر للشاعر والكاتب دكتور محمد الغزي على هذه المداخلة القيمة يعني، والإضاءات الجميلة على تجربتك من مدينة سوسة في تونس إليك في مسقط. تفضلي. أشكر طبعاً دكتور محمد الغزي الذي شرفني بشهادته التي أحملها وساماً على يعني جبيني ما حييت. وإجابة على سؤالي أقول أنه لم أكتب قصيدة النثر من قبل، وشعرت دائماً أنها مساحة مقدسة. يعني بالنسبة لي أشعر أنه أقصى درجات الكمال الشعري في شكل النص هي قصيدة النثر. أنا مسكونة بالغنائية كثيراً. فتاة قادمة من بلدة من نزوة، نحن مشبعات بمواويل الجدات وأغاني يعني الرعيان، والمحيط البلدة الصغيرة التي نشأنا فيها. فالقصيدة النثر ظلت دائما مساحة أحترمها وأحبها كثيرا. بس في شعراء غنائيين، في شعراء غنائيين بقصيدة النثر. أنا أتحدث عن الإيقاع الموسيقي الذي تقدمه قصيدة العروف تحديدا. بالنسبة لي أشعر أنها مساحة مقدسة، لم أقترب منها، ولأنني مشغولة جدا بالتجربة في قصيدة التفعيلة والعمود، يعني أشعر أنني لم أجد الاكتفاء بعد، فأحب أني أجرب مساحاتي فيها. الأستاذ سيف الرحبي مرة أخرى بيشوف أنه في تأثيرات لقصيدة النثر أو لعالم يعني مناخ قصيدة النثر على تجربتك، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا لا. لانه وان لم اكتب قصيده النثر، لكنني يعني قرات لها كثيرا. استاذ سيف من الاسماء التي شكلت نصي. انت استاذ زاهي، لدي صالح العامري، هنالك اسماء كثيره يعني عبد الله الريامي، محمد الحارث، هنالك اسماء كثيره في عمان وخارج عمان ممن شكلوا هويه نصي، استاذ دخيل خليفه، أسماء كثيرة وتطول. لديك قصائد. نعم، لديك قصيدة مهداة إلى الشاعر الكبير مظفر النواب.
ما الذي ما الذي يجمعك بالعالم الشعري لمظفر النواب؟ ثورية أكيد طبعاً ثورية. أتوقعت الجواب أنا نعم، بس ما حبيت أنا أقوله. نعم. هو كان ثائراً على محيطي وعلى مجتمعي وعلى السياقات الاجتماعية التي، وكان هو الصوت الذي يقول ما يريد الآخرون أن يقولوا لكن لا يجرؤوا أن يقولوا. وهذا تحديداً سمعتها أكثر من مرة، حتى يعني لمن يعني يقرأ نصوصي، أنني أكتب ما لا يجرؤ الآخرون في سياقنا الاجتماعي أن نكتبه. نسمع قبل أن يداهمنا الوقت، تفضل. نعم نسمع. يعني بدنا نسرق الشعر سرقة الليلي، بين الرغبة بطرح الأسئلة وبين الرغبة بالاستماع إلى قصائدك. يريد لها ما تريد له، قمرا مستريحا على الرف، حلما صغيرا وأغنية وكمان. تريد له خيمة في الفلات وذئبا حزينا وشعرا مقفا وبعض دخان. يريد لها وردة وربيعا وجلسة زار، مجاذيبها مجمران وجان. تريد له أول الحب لا قبلة، أول السرد لا قصة، أول الفقد لا دمعة، أول القرب نصف عتاب ونصف امتنان. يريد لها ما تريد الفراشات في الورد، ما يفعل النحل في الأقحوان. تريد له بطة تعبر النهر، قارب صيد يحب موسيقاه، شمسا تؤجل موعدها، عاشقين على مركب يرقصان. يريد لها أن تموت كما يشتهي، وتريد له أن يعيش كما تشتهي، يقفان على حاجز الموت طفلين في حضن أمهما يضحكان. تريد لها أن تكون له، وتريد له أن يكون لها، ويعزيهما في غيابهما أن يرى العابرون السريعون مقطع شعر على شاهد القبر، كان فكانت وكانت فكان. جميل، دائما جميل. يعني انطلاقا من نصوصك، من هالنص بالذات ومن ما واجهته كسيدة شاعرة، هل تؤمنين بأدب المرأة وبشعر المرأة؟ يعني هل تؤمنين بهذا المصطلح؟ أم فقط بأنه هناك يعني خصوصية كل شاعر أو كل شاعرة أيا كان وأينما كان له خصوصيته بالتأكيد كفرد وكإنسان؟ نعم نعم، أتصور أنه يعني الثيمات الأساسية في شعر المرأة تجعل من أدب المرأة يعني جديرا وضروريا، لأنه المرأة تحديداً لديها القدرة التعبيرية أعلى من الرجل، وبالذات في سياقات المجتمعية التي دائماً تربط التعبير العاطفي عن مشاعر الإنسان، تربطها بالرجولة، أنه نحن أنت لا تظهر مشاعرك، البكاء ليس للرجال. وبالتالي عندما يعني تكون المرأة هي نفسها فطرياً قادرة على التعبير عن نفسها، ويأتي ذلك لتحفزها شعريتها، فبالتالي هذا المزيج بين كونها امرأة وبين كونها شاعرة، صيادة تفاصيل، صيادة عواطف ومشاعر، يجعلها أكثر قدرة تعبيرية على التقاط التفاصيل وأكثر قدرة على إخراج صوتها الداخلي للعلن. نعم، هو الغريب كيف تغيرت مفاهيمنا مع الزمن. يعني من قبل مئات السنين قفا نبكي من ذكرى حبيب، يعني كان الشاعر يوقف على الأطلال ويبكي علنا، يعني علنية الرجل يبكي ويطلب من رفاقه من يعني خلانه أنه يبكوا معه. على كل حال بدي أسألك عن الفقدان، الخسارات. قلتي أنه الشعر أسعفك بمواجهة العالم، لكن بمواجهة الخسارات الشخصية، فقدان الأب، فقدان طفل، أسقطت طفل حضرتك،
هل الشعر كان بهالحالات هاي بلسم ما، ضماضي ما لجراح في الروح؟ كان طريقة أخرى لتحويل الألم. أنا لا أعرف كشاعرة، يدهشني جدا كيف استطاعت الناس أن يكملوا، أن يواصلوا الحياة وهم يعبروا كل هذه الخسارات بدون ما تكون في عندهم طريقة معينة لتفريغ هذا الألم. يعني أنا بالنسبة لي كتابة النص أو كتابة الشعر هو تفريغ تلك الموجات الهائلة والمندفعة من كل تلك العواطف المحبوسة. طيب هل تعوض القصيدة؟ هل فيها تعويض عن الخسارات، عن النقصان، عن الخيبات؟ نعم، عندما تخرج قصيدة جميلة، لأنه نعم. أنا أحتفي بكل قصيدة جميلة، أحس أحبها، طبطب عليه كذا مثل طفلي. يعني في حتى أول أسابيع، يعني عندما تخرج أكتب نصوصي أشعر حتى مزاجي أشعر بالانتشاء. اليوم الذي أكتب فيه نص أشعر بسعادة غامرة، لأني أشعر كأني أنجبت طفل صغير أستحق أن أحتفي فيه، أن أحبه، أن أعتني به، أن أشذب وأن أعود إليه مرة تلو أخرى لأحسن أكثر وأكثر، وكأني يعني وكأني أحمم طفلي، وكأني يعني أضع القماط عليه. أنا فعلا أرى قصائدي كبناتي العزيزات على قلبي. طيب كيف ينعكس يعني علاقتك بالشعر وهذا الفهم للشعر وهذا العشق للشعر على علاقتك بأسرتك، بزوجك وبأطفالك؟ لك أن تتخيل زاهي، يعني أن واحدة من الأشياء التي يدهش فيها الناس أنه أكون في الممر وأنا أتمتم بقصائدي. ربما الناس اللي جديدين اللي يعني يدخلوا بيتي يندهشوا لأنهم شيء غير معتاد، لكن اعتدت، يعني اعتدت أنه مثلا أن أتمتم بقصيدة فتعلق عليها ابنتي وتضحك مثلا، أو أني أحيانا كذا أسأل واحدة من الأسئلة التي تطرأ في بالي، الأسئلة التي أضعها في نصي ويجيبني زوجي، هل تسأليني أنا؟ نعم. الله يعينه، يعني من الله يعينه، الله يصبره بشيك. أنا عشان كذا لدي نص اسمه إنه من المخيف جدا أن تقع في حب شاعرة. وبالتالي هو أيضا كان لديه يعني يحتاج الكثير، ليس سهلا إطلاقا أن تعيش تحت سقف واحد مع شاعرة. وأتصور أيضا يعني أنه السيدة رابعة تعرف ما يعني أن تعيش تحت سقف واحد مع شاعر. بدك تسأليها بين البحر الذي يبدل قمصانه، وأنا سؤالي مستوحى من عنوان ديوانك، يعني بين البحر الذي يبدل قمصانه والصحراء التي تبدل كثبانها، أنت إلى أي عالم أقرب؟ عالم البحر بكل يعني المجاز الذي يعنيه، أم عالم الصحراء؟ البحر. مع أنني أنا من الداخل العماني، يعني أنا مبدئيا ربما لم أرى البحر غير مرة أو مرتين في حياتي حتى وصولي 18 سنة، لما جئت إلى مسقط المدينة الساحلية. ثمت علاقة مربكة بيني وبين البحر، أنا كثير أقلق من البحر، ومع ذلك أنا الآن أغوص، احترفت الغوص في البحر. فالبحر ظل دائما هو الملاذ الذي أذهب إليه، يعني في أكثر الأوقات سوداوية، يعني ما أشعر بأني بحاجة إليه وما يغسلني إذا لم يكن في حضور النص، هو أن أذهب وأغمر نفسي في الماء تماما وأجعل موج يطيرني يعني يمينا وشمالا، يعني يتلاطم بي، وأشعر في تلك اللحظة كأني في مرحلة صلاة، كأني في حالة غسيل، أشعر بآلامي تنسكب، أشعر بروحي في حالة استسلام تام لهذا الهيجان الكبير داخل البحر، وأشعر وقتها أن فعلا أنني أتخفف من كل تلك الأحمال النفسية. أنا كتبت مرة عن مسقط شيء بعنوان يعني بما معناه صخر يراوده الماء، شيء بهالمعنى من أثر زيارة لمسقط. للأسف الوقت يعني داهمنا، ولكن سريعا قبل ما نطلب قراءة القصيدة الأخيرة، هل يعني كسرت الصورة النمطية للمرأة الخليجية؟ في صورة نمطية بتعرفيها عن الخليج عموما، يعني نعم. هل فينا نقول أنه هذه الصورة النمطية زالت أو في طريقها إلى الزوال بسبب شاعرات وسيدات مثل حضرت جنابك وأخريات؟ طبعا
نحاول زاهي نحاول، كنت أقولها مرة كتبت حتى في مقال، نحن لم نأتي ونحن نسبح في بركة من البترول، نحن جئنا من 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 يعني أسر متوسط الدخل وبعضها فقيرة، نحن جئنا من الداخل عماني، نحن يعني قضينا حياتنا ونحن يعني تحت النخيل نلتقط حبات الرطب ونبيعها في السوق، فنحن فعلا يعني خرجنا من القرى الى العالم، فنحاول قدر المستطاع. احيانا اشعر زاهي ان هنالك شراسه تجاهنا غير مبرره، ولكن مع الوقت مع استمرار الشاعره في اثبات نصها يعني وجودها بنصها باشتغالها على نصها الرصين، انا مؤمنه جدا ان كثير من الاصوات سوف تكسر هذه الصوره النمطيه، اذا ايضا سمحنا لكثير من الاصوات ان تتخطى حاجز القبيله حاجز المجتمع، لان هنالك الكثير من الاصوات مظلومه زاهي اليوم في سياقنا المجتمعي التي ليس في وسعها ان تخرج الى النور، وليس في وسع الاخر غير الخليجي ان يبصر رصانه وجوده نصوصنا، لان غير قادرين ان نخرجها الى العالم بالاجنحه التي ينبغي أن ترى النور. على كل حال إن شاء الله بلقاء آخر مقبل يعني نتوسع أكثر في هذا الموضوع بالذات، لأنه يستحق حوار قائم بذاته، نحكي عن مقالاتك وكتاباتك وعلاقتك أيضا بالوسائل التواصل، لكن الوقت انتهى للأسف. بدنا نختم شعرا معك من حملك، تحيات لمسقط ولعمان ولأهل عمان ولمبدعي وشعراء وكتاب عمان، تفضل الختام مع حضرتك. نعم، الكلام الذي يستريح على شفتيك كلام، الغناء الذي ستدس به جسد امرأة في السرير غنائي، البخور الذي يتصاعد منها بخور، السوار الذي في يديها سواري، الحرير الحقيبة ذات السلاسل حمرتها القرمزية، حتى الجدار الذي أسندتك عليه لتحضنها بذراعيك هذا المساء، جداري المرايا التي وقفت تتأمل فتنتها الأنثوية بعد مساء طويل من القبلات، مراياي مشط المقوس، حتى الموسيقى التي رافقت حفلة الحب، تلك موسيقاي، صورة ساعة لندن حيث التقينا صبيحة أيلول، طقم الستائر حتى القصائد، أشعار درويش، لوعة مجنون ليلى التي في قمامة هاتفها المستطيل، قصائد خبأتها لك بين الوسائل، مطبخنا والأواني على باب غرفتنا في الجرائد، تحت غطاء سريرك، جيب قميصك، علبة عطرك، هاتفك الخليوي، بريدك، خبأتها في دمي، في عيوني، يديك، فمي، في الكلام الذي قيل أو لم يقل، في مسامات روحي وأوجاعها، في التفاصيل، في سيرة اللحظات وفي الذاكرة، في يديك اللتين تحطاني حينا على شفتيها وحينا على الخاصرة، وأنا للتأمل في الجسدين المقيتين، لا نفع في الشعر، لا نفع في حب شاعرة خاسرة. نلتقي في بيروت أو في مسقط بإذن الله. ألف شكر.